السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول ظهور لصوفيا طالوني من بعد ما انتشر خبر المرض ديالها. الأغلبية كيقول أنه مرض في السرطان، ولكن كيف قلت لكم في الفيديو اللي قبل أنه ما أعلنش عن حقيقة المرض أو نوعية المرض. خليكم مع صوفيا طالوني في أول ظهور لها، كتأكد أنها فعلا عندها شي مرض وأن التحاليل راهم صيفطوا للخارج، في حين باش يتأكدوا لها وغدا تدير تحاليل أخرى ولا أشعة أخرى. نخليكم مع صوفيا طالوني، ولكن قبل خوتي خواتاتي ما تنسونيش من لايكاتكم اللي كتشجعني، تعاليقكم بخصوص اي فيديو كنزلو، واللي اول مره كيشاهد القناه ما ينساش يتابونا وفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديدها فضلا وليس امرا. مساء الخير، كي دايرين لاباس؟ كما تقولوا تستمر الحياه. خرجت شويه الهواء ان شاء الله غدا يا ربي نوقف اليوم الماكله مع 8 ديال الليل، لانه غدا مع 8 ونص ديال الصباح عندي التحاليل. صعاب بزاف، امالي في الله عز وجل. بالنسبه للناس كل واحد شتا يقول شتا يقول، انا ما قلت لكم والو، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. التحاليل اللي درت طالعوا في واحد المرض، فتصيفطوا لفرنسا، رجعهم دابا 10 ايام، بقات لي 8 ايام، وغدا عندي تحاليل كبيره هنايا. دونك واحد بلا ما يتسبق الاخبار كاع حتى كانت شي حاجه ما خصوش واحد يقولها. وبالنسبه للناس كيتشفاو داكشي اللي فيا بغيتو ليكم ان شاء الله يا ربي، واخا انا صراحه ما بغيتوش ليكم، لانه ما نبغيش انا هادشي العدويا، ولكن راه حشومه تشفاو، حشومه تهضروا في هادشي، وحشومه الله يشافي الجميع. وليت يتشفاو تبلا المرض ديالي حتى والله يشافيه، لهلا يجيب له داكشي. الحمد لله مادام الطب كاين وربي كاين، فالعلاج غادي يكون ان شاء الله باذن الله.